السلام عليكم، معكم يوسف سليمان من عرب دايت. أنا كنت دب. أوكي، إلى الحين دب، بس دب شوي يعني. سابقاً كنت بهالشكل. أنا جاي أشرح الشيء الأساسي اللي أو الشيء الأساسي اللي يحرص عليه أي شخص بينقص وزنه، اللي هو السعرات الحرارية. كيف تفهم مفهوم السعرات الحرارية عشان تتخلص من وزنك؟ وش السعرات الحرارية؟ السعرات الحرارية هي مثل البنزين للسيارة، الشيء اللي يأخذ منه الجسم الطاقة، يعني تقريباً هي الوقود للجسم، بحيث أن الجسم إذا عشان يعيش، عشان يتحرك، عشان يمشي، يحتاج للسعرات. السعرات من وين يحصل عليها؟ يحصل عليها عن طريق الأكل، ويصرفها عن طريق الحركة. طيب، كيف أنا بعرف السعرات المناسبة لجسمي؟ المعادلات كثيرة وتختلف من شخص لآخر، أو من أخصائي لأخصائي، لكن الآن التقنية تقريبا سهلت علينا المسألة، فتقدر عن طريق الإنترنت، عن طريق موقع وزارة الصحة مثلا، عن طريق موقع عرب دايت، تكتب مثلا، تدخل المعطيات اللي هي بياناتك، اسمك، طولك، جنسك، وزنك، بيطلع لك المعدل المناسب لجسمك اللي يخليك المعدل المناسب لجسمك من السعرات الحرارية اللي مفروض انك ما تتجاوزها او ما تنقص عنها، عشان جسمك يعيش ويستمر، لا يزيد ولا ينقص. طيب، انا عرفت الان مثلا جسمي مثلا يحتاج 2500 سعرة. كيف اعرف السعرات الحرارية في الأطعمة؟ يعني مثلا كيف اعرف ان الاكل هذا اللي قدامي كم فيه؟ غالب الأطعمة المعلبة يكون مكتوب عليها البيانات، مثلا سنيكرز عليه 220 كالوري في الحبة، بعض الأطعمة مثلا مثل هذا عليه 110 كالوري، في بعض الأطعمة ما كتب عليها. الواحد مع المعرفة والبحث ممكن يعرف، يعني ممكن تفتح الإنترنت تبحث مثلا، تعرف أن البرتقالة مثلا فيها 65، الموزة فيها 100، وبهالطريقة بحيث أنه مع الوقت الواحد يقدر يكون ثقافة في السعرات، بحيث أنه يعرف بشكل إلمام بسيط، يعني مو بشكل دقيق جدا، كم السعرات الموجودة في أكله. طيب، كيف أعرف السعرات الحرارية في الأنشطة الرياضية اللي أنا جالس أمارسها؟ أيضا عن طريق البحث، بحيث أنك تبحث وتعرف وش السعرات الحرارية اللي تقدر تتخلص منها عن طريق المشي، عن طريق السباحة، عن طريق رياضة الجري مثلا، أو عن طريق الأجهزة. غالب الأجهزة الرياضية في الأندية يكون فيها مؤشر ويحسب لك بالتفصيل الدقيق وبشكل تقريبي أحيانا كم أنت تخلصت من سعرة خلال هذا التمرين، أو عن طريق تطبيق أو أبليكيشن في جوالك أو ساعة، بحيث أنه يحسب لك حركتك اليومية وكيف وكم كالوري تخلصت منه. طيب، الآن عرفت كم الأكل، عرفت كم السعرات اللي يحتاجها جسمي، عرفت كم السعرات اللي أكلتها الآن، وعرفت كم السعرات اللي بستطيع أن أتخلص منها من الرياضة، كيف أستفيد بالضبط، كيف أستفيد من معرفتي بالسعرات الحرارية؟ غالب أخصائيين التغذية يقول لك لا تنقص عن السعرات الحرارية اللي يحتاجها جسمك، مثلاً جسمك يحتاج 2000 سعرة، لا تنقص عن كذا، كل 2000 سعرة واحرق بالرياضة. بعضهم يقول لا، عندك إمكانية أنك تنزل إلى مثلاً عدد معين، إلى مثلاً 500 سعرة، لكن الكثيرين ما ينصحون بأنك تنزل بقدر كبير، بحيث أنك ترهق جسمك، لأن جسمك محتاج للعناصر الغذائية الموجودة في الطعام. طيب، بيجي واحد مثلا يقول والله اذا كان تنظيم السعرات هو الحل، انا ممكن مثلا اتناول لي وجبه واحده دسمه ما تتجاوز المعدل المسموح، واكون ما تجاوزت المعدل المسموح بل ممكن اقل. نقول هذه الطريقه خاطئه لسببين. الاول انه بتنزل من معدل حرق السعرات الحراريه في الجسم، بحيث انه بيكون الجسم يتخلص من الوزن بشكل ابطا، و ما راح يحس الإنسان بالشبع، لأن الأكل الغير صحي المليء بالسكريات والنشويات
يخليك دائما جائع والمعدة غير ممتلئة. مثل ما هو موضح في الصورة الآن هنا مثلاً 400 كالوري من الدهون، شاهد كيف يعني ماخذة من المعدة أو من البروتين، كيف ماخذة من المعدة أو من الخضروات، كيف أنها معبية المعدة. فالأكل الصحي يوفر جسمك عناصر غذائية اللي يحتاجها جسمك ويضمن لك عدم الشعور بالجوع دون ما تتجاوز عدد السعرات المسموح لجسمك. طيب أنا الآن مثلاً أبغى أتخلص من وزني، عندي مثلاً جسمي يحتاج 2000 سعرة حرارية، أنا أستطيع عن طريق مراقبة السعرات اللي أكلها بحيث أني مثلاً أنقص 500 سعرة من المجموع، بحيث أني مثلاً أكل 1500 سعرة في اليوم، أنا وفرت كذا 500 سعرة، أستطيع أني أحرق مثلاً 500 بالرياضة بحيث أني أنا أتخلص من 1000 سعرة في اليوم. في الأسبوع تقريباً تخلصت من كيلو، لأنه الكيلو تقريباً يعادل من 7000 إلى 7000 سعرة. طيب استبيان بسيط، بس من منكم الآن يقول إن كل المعلومات اللي قلتها قبل شوي الآن أعرفها مسبقاً وأنت ما أضفت لي جديد؟ كم واحد؟ طيب حلو، هذا طبعاً العدد قليل اللي رفعوا يديهم. هذا السبب اللي خلاني أنا أوصل الوزن اللي وصلت له 160 كيلو، خلى أكثر الناس اللي مثلي يوصلون مثل هالوزن، اللي هو قلة الوعي الغذائي. احنا الآن في عرب دايت شغالين على الشيء هذا، أننا نزيد الوعي الغذائي، نحفز الناس، لأنه نظريتنا أنه الأساس عندنا أنه احنا مو ناقصين أندية رياضية، ما عندنا نقص في مراكز صحية، بل عندنا نقص في مسألة الوعي الغذائي. طيب زورونا على موقعنا وتابعونا على عرب دايت. الله يعطيك العافية يوسف. شكراً شكراً يوسف. We'll be right back.